لا ما تكذب بوديا ركبت العود ديجا على جون جون ركبت العود عاود حبتي اخو واعر شويه دابا سي طليني طاخر منك سي دوك نشوفو جرب دوك نجربو فيها هيا خلاص ليتس جو جاب لك كرسي مركب في العود يا شغل خطفك ها يا من دا اللي طحت يا ها بسم الله وخلاص ما شاء الله خلوي يا تاني نيطا او بدل فيب الحاجة لا ودي اخي اوديها لك يا لا مطفش ها وي ضربوا بالخيل في تيبازا عند تيبازا هورسز نقدر نقول هذا هو أفضل مكان في الجزائر لهذه التجربة لماذا؟ لأن المسار تاع الجولة راح يكون عبر غابات وحقول واسعة لمدة ساعة ونص وما راحش تدور في مكان واحد وزيد راح يكون عندك كامل الوقت باش تتعلم الركوب الخيس ما الناس اللي تخاف ولا تخاف تطيح من العود هذه هي الفرصة تاعك باش تتعلم الركوب نادي تيبازا هورسز مكان عائلي تقدر تجي له اون فامي ولا اندر امي عندكم مكان وين تريحوا تقدروا حتى تجيبوا الفطور معاكم وتفطروا هنا سير بلاس ولا كي تريزيرفي تقدر تقول لهم باش يوجدوا لك الفطور تاعك الجوالات كاينه واحده صباح وزوج عشيه ثلاثه شابين بصح تاع الكوشي صولاي بزاف شابه كي تركب المونيتور راح يوري لك كيفاش تتحكم في الخيل ديالك ثم تكونوا هانيين كامل ما تخافوش قبل ما تطلع دير شويه دي كونيسونس مع العود ديالك هايدا باش يوالفك ويتهلا فيك في السيركوي المهم السيركوي فيه ساعه ونص والسعر تاعو 170,000 بري بزاف شباب ليك كي تبدا السيركوي حاجه واحده استمتع السلام عليكم الله يعاونك هنا هلا الريح لا شاب هنا يا كوكليكو يا اخو خلاص طلعنا من الفوق هنا جام زدين كوبي ثاني كوبي على الفيديو والله غابك دوك انا ندير له مونتاج نحطو في يوتيوب تحب نبعث لك بعث لي لاباج تاعك تكتب متجوبي ترافلوغ متجوبي ترافلوغ رايك ها اش رايك ها صورنا مع محمد واش رايك هاي لا ماني فيك مشان لو تعيب شي مشاريع ماني فيك ها عليك لو تعيب شي مشاريع ما فيش ها موح بطوطو ديالك هاي لا ولا ارجو رانا في ها امريكا لا شابه بلاصه يا شابه خلويه جيتو ربيع دوك هكذا خلوي عندنا